لضيفي عبر الهاتف من القاهرة اللواء شوقي العزب، ممثل جمهورية مصر العربية في الإيكاو ونائب هيئة الطيران المدني المصري ومستشار رئيس الهيئة سابقا. أهلا بك معنا، أهلا بك معنا. إذن سيادة اللواء، هذا التحدي، حتى منظمة الطيران المدني قالت بأنه هذا يمثل تحدي، 600,000 طيار مدني بحلول عام 2036، برأيك هل يمكن تحقيقه بالنظر إلى المعطيات الحالية، بالنظر إلى الأسباب التي استعرضناها في التقرير قبل قليل؟ أهلا وسهلا بحضرتك ومشاهديك الكرام. الحقيقة هو الموضوع ده بيدرس منذ فترة طويلة في منظمة الطيران المدني الدولي، لأن مش بس الطيارين اللي عندهم عجز، عندنا عجز كبير في مجال الطيران المدني، حتى المهندسين والفنيين. وده كان النتاج العديد من المشاكل، ومن ضمنها يعني الإقبال الزايد على النقل الجوي، سواء كان ركاب أو إلى البضائع. يعني أيضا ظهور شركات الطيران زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، شركات الطيران منخفضة التكاليف، ودي بتتصاعد حوالي 28% من الركاب على مستوى العالم، بالإضافة إلى استخدام النقل الجوي في نقل البضائع. ايضا حوالي 35% من التجاره العالميه بتستخدم نقل جوي، زائد زياده نسبه استخدام النقل الجوي عام عن عام، نمو فظيع ونمو سريع جدا وفي النقل الجوي. ايضا انخفاض اسعار الوقود على مستوى العالم زود الاقبال على النقل الجوي، وده العوامل دي كلها ادت الى استخدام الى طلب عدد كبير جدا من الطيارين علشان نقدر نسد هذا العجز، زي ما حضرتك تفضلتي في تقرير الايكاو. نعم، حوالي 600,000 طيار مطلوبين بحلول عام 2036. طيب هل يمكن تحقيق ذلك؟ يعني بالنظر الى شيخوخه السكان كما ذكر التقرير قبل قليل، بالنظر الى ربما اعداد الطيارين، نعلم بانه اعداد الطيارين ليس بالسهل، من خلال الدراسة، من خلال التدريب، من خلال كل المسيرة التي يمر بها الطيار، هل ممكن أن يتحقق ذلك؟ وكيف يمكن الوقوف بوجه التحديات التي تحول دون وقوع ذلك؟ هو كان الأول طيارين، أولا تكلفة يعني تدريب طيار مؤهل تكلفة عالية جدا، توصل لغاية من 600 لغاية 600,000 إلى 100 مليون دولار، سواء التدريب الأولي ثم بعد كده على المقلدات أو السيميليتر ثم بعد كده على الطراز، بتكلف جدي. كان شركات الطيران في الاول بتدفع هذا المبلغ للطيار وتدربه وتشغله عندها. نعم. تطورت بعد كده ان شركات الطيران بقت يعني تطلب من الطيار يدخل يعمل قرض على وهم بيضمنوه لحد الحين انه بيشتغل معاهم. بعد كده دلوقتي شركات الطيران بتلزم الطيار يتدرب على حسابه، كل على حسابه. فاذا المشكله كلها اللي بيتدرب عشان يبقى طيار هو القادر او اللي بيساعده اهله علشان يقدر يعني يتحمل هذه التكاليف، ودي محتاجه تكاتف دولي وعالمي على اللي يعني دافع شركات الطيران الى انها تساعد في تدريب الطيارين بحيث ان هو يقلل التكلفه علشان نقدر نستوعب هذه هذا العجز في عدد الطيارين. طيب بنظر ايضا الى الحوادث التي عشناها قبل السنوات القليله الماضيه، حوادث الطيران، يعني بالحديث عن إعداد طيارين، أيضا ماذا بالنسبة لشروط السلامة وربما التقليل من حوادث الطيران أيضا بالمقابل؟ النقل الجوي بالطيران هو أسهل يعني أكثر وسائل النقل سلامة للإجراءات الكبيرة جدا والكثيرة جدا اللي هي بتتخذ قبل الطيران ويعني لصلاحيه الطيارات وتدريب الطيار. ولكن الحوادث في كل مكان في العالم في كل مجالات النقل سواء الارض او الجو، ودي بتبقى بعضها كثير منها ليس من نتيجه عوامل السلامه، لكن دي يعني لو نسبتها نسبه الطيران حوادث الطيران على نسبه اي نوع من انواع النقل الاخرى نسبة قليلة جدا نتيجة الإجراءات اللي بتتخذ مع في مجال الطيران لتحقيق سلامة الطيران وأمنه. شكرا لك على هذه المداخلة، لواء شوقي العزب، ممثل جمهورية مصر العربية في الإيكاو ونائب هيئة الطيران المدني المصري ومستشار رئيس الهيئة سابقا، شكرا على هذه المداخلة.